احتضر الطفل عيد ناصر الهاجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وجرت مساء اليوم مراسم تشييع جثمانه في مقبرة صبحان بعد أن وافته المنية لحظة وصوله أرض الكويت بعملية إخلاء طبي مستعجلة. وقد طالب والد الفقيد وزير الصحة جمال الحربي بفتح تحقيق بالحادثة والكشف عن أسباب الوفاة. يذكر أن والد الطفل كان قد أطلق صرخة استغاثة عبر الراي للإسراع في إجراءات عودة نجله إلى الكويت بعد أن دخل في حالة غيبوبة أثناء عملية جراحية أجريت له في مستشفى الأطفال بواشنطن. ونشكر قناة الراي يعني تفاعلهم معنا، هم بعد المقابلة اهتموا أكثر، طبعا كان فيه اهتمام لكن الاهتمام صار أكثر، وصار بعدها بيومين صار فيه إخلاء طبي. طرنا من واشنطن إلى شانون، كانت الأمور على ما يرام، ما في أي شيء يعني. طبينا شانون وعبة الوقود الطيارة وثم أخذنا أكسجين الاحتياط حق المريض وما في أي شيء، بس من طرنا أول ما طبينا مطار الكويت صارت الوفاة. نعم نعم، قبلها بيوم كنا قاعدين مع الجراح وقالنا العملية يعني نسبتها عالية جدا فوق 95%. أنا أطلب من يعني وزير الصحة فتح تحقيق في الموضوع لحد ما عارفين شنو سبب اللي بعد العملية، شو اللي صار، لأن سألناهم يقولوا ما ندري، يقول هذا شيء يعني غريب صار. وكلمني الدكتور جمال الحربي وزير الصحة، كلمني تليفون بعد 5 أيام العملية وطالبته بفتح التحقيق.